رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ها قد وصل بنا المطاف إلى آخر حلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، هذه هي الحلقة 30. وهكذا أيها الإخوة، كل شيء له بداية له نهاية، البرامج لها بداية ونهاية، الدورات لها بداية ونهاية، المتكلم له بداية وينتهي المتكلم. وأنت يا أيها السامع اليوم موجود بيننا، لكن لا شك سيأتي يوم وتنتهي الحياة على هذه الأرض، ترى كيف سيختم لك وكيف سيختم لنا؟ نسأل الله أن تكون خاتمة حسنى في الدنيا وفي الآخرة. بحث اليوم بعد أن مررنا مروراً جيداً على مقدمات الزواج في هذه الدورة، فيها تحدثنا عن دعوة الإسلام إلى الزواج، وتحدثنا كذلك عن حكم الزواج، وعن التأهيل النفسي للمتزوجين، وعن دوافع الزواج، وعن نقاط خمس حول الزواج، وتحدثنا كذلك عن اختيار الزوج وعن اختيار الزوجة، وتكلمنا عن الخطبة، ثم تناولنا العقد، ثم تحدثنا عن الفترة بين العقد والعرس، ثم جاءت الدورة على ليلة العرس، ثم دخلنا إلى بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستأذنين لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الزوج، ثم تناولت الدورة الزوجة كما يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مررنا كيف تؤثر في قلوب القريبين منك، وكيف تسعد زوجتك، وكيف تسعدين زوجك، ثم تحدثنا عن الأمور المالية وميزانية الأسرة، وتحدثنا كذلك عن نقاط في حل المشاكل الزوجية، وكانت الحلقات الثلاث الأخيرة فيها حديث عن الطلاق. واليوم في خاتمة الدورة إليكم هذه الوصية، عنوان حلقة اليوم وصية. هذه الوصية تقدمها امرأة عربية ربت ابنتها تربية مستقيمة نبيلة ودعتها إلى خير كبير، وذلك في ليلة زفافها. وما أجمل هذه الأم التي تقدم في ليلة زفاف ابنتها أحلى عقد لها وأجمل مصاغ ذهبي، إنه يأتي بنصيحة لتخدم بها بيت زوجها وبيتها وأولادها في المستقبل. جاء في كتاب المرأة العربية: خطب الحارث بن عمرو ملك كندا إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته، فلما كان بناؤه بها وأراد أن يحملوها إليه قالت لها أمها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزواج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية،
إنك فارقت بيتك الذي فيه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا. يا أيها الإخوة، هذه العبارة دقيقة جدا. كوني له أمة يكن لك عبدا. الزواج تواضع، يتواضع الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. الزواج ليس مكاسب، الزواج تضحية. في العالم اليوم مبدأ جديد وحديث توصل إليه علماء الإدارة، يقولون السيادة بالخدمة. هل تريد أن تكون سيدا علينا جميعا؟ إذن اخدمنا جميعا. أفضل مدير شركة هو الذي يقدم أفضل خدمات لعماله. أفضل مدير مشفى هو الذي يقدم أفضل خدمات لمن هم موجودون في المشفى. أفضل زوجة هي التي تخدم زوجها بقدر المستطاع. أفضل زوج هو الذي يخدم زوجته بقدر المستطاع. يسمون هذا المبدأ السيادة بالخدمة. تكون سيداً إذا خدمتنا. وقديماً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ويزيد: سيد القوم خادمهم. فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وبحسن السمع والطاعة. هاتان الكلمتان مهمتان جدا أيتها النساء الكريمات، العيش بالقناعة والعيش بحسن السمع والطاعة، وما عليه أن تطيعي زوجك فتدخل الجنة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجد منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله. الإرعاء يعني الإبقاء، اعتني بأهله واعتني بأولاده. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان ترحا، وإياك والترح بين يديه إذا كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير وإن الخصلة الثانية من التكدير. الآن دققوا في هذه العبارة: وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما. مرة ثانية: كوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما. وكوني أشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت أو كرهت. أعيد العبارة الأخيرة: واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يخير لك. هذه المرأة، هذه الأم الكريمة، نصحت ابنتها هذه النصيحة. ماذا كانت النتيجة؟ قال: ثم احتملت إليه فعظم موقعها منه وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. يا أيها الإخوة، هذه الأم جديرة أن تكون جدة لملوك سبعة. هذه الفتاة جديرة أن تكون أماً لملوك سبعة ما تخلقت بهذه الأخلاق. كانت هذه وصية من أم عربية قديمة حدثت ابنتها بهذا الحديث
في ليلة زفافها. أحدثكم بعد الفاصل عن وصية يوصي بها أب ابنته في ليلة زفافها قبل أشهر من إعداد هذا البرنامج، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، مرحبا بكم في هذه الفقرة الأخيرة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن في الحلقة الخاتمة وعنوان الحلقة وصية. كنا قبل الفاصل تحدثنا في وصية امرأة عربية لابنتها في ليلة العرس، زفت هذه الفتاة بعد هذه الوصية إلى زوجها، فكان بعد سنوات عديدة أن أنجبت منه ملوكاً سبعة ملك اليمن من بعد أبيهم. وحق لامرأة توصي ابنتها بهذه الوصايا القيمة أن تكون جدة لملوك، وحق لهذه الزوجة التي تربت على هذه التربية أن تكون أماً لملوك. الآن سأحدثكم في وصية يوصيها أب لابنته في ليلة العرس قبل أشهر معدودات من إعداد هذه الدورة وتقديمها. في حفلة عرس من حفلات أعراس الشام المباركة، وفي أسرة عريقة وراقية، وفي أسرة حفها الثراء والأدب، قام أب في ليلة زفاف ابنته ليستأذن من العلماء الموجودين في القاعة ليتكلم بكلمة في حفل زفاف ابنته، هذه البنت التي رباها هذه التربية. كتب هذا الأب يقول: واستأذنته أن آخذ هذه الكلمات القيمات لأجعلها بحثاً ينتفع منه كثير من الإخوة وكثير من الأخوات. قال في مقدمة تلاها بهذه العبارات، يقول: اليوم أقدم لعريسنا أغلى ما عندي، وقد بذلت ما بوسعي من جهد وفكر واجتهاد في تربيتها. لقد سعيت ما استطعت أن أزرع فيها بذور العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة، ولقد نبتت البذور وازدهرت وأصبحت جاهزة للإثمار والحمد لله. لقد احتجت إلى الشدة والحزم تارة، وإلى التساهل والرفق تارة. اسمعوا يا أيها الآباء، تربية الأبناء البنات والأبناء تكون بالتساهل تارة وبالحزم والشدة تارة، وما بين اللين والقسوة استطعت أن أفخر اليوم بأن ابنتي فتاة عارفة بحدود الله، متعلمة، مثقفة، تعلمت واجباتها وعهدتها تعلم حدودها. أيها الأحبة، إن قبول الخاطب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالد، ولا زال الحديث لهذا الأب في ليلة عرس ابنته. إن قبول الخاطب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالد بالدرجة الأولى، وكنت دائماً أخشى إبداء رأيي لمعرفتي بدقة الأمر، وأحمد الله أنه مع كثرة الخاطبين لم تصل ابنتي ووالدتها إلى مرحلة موافقة مبدئية قبل أن يتم أخذ رأيي. وفي كل مرة كنت أبني في ذهني صورة للزوج المثالي، إلى أن أتى خطيب ابنتي حفظه الله فانشرح صدري وانشرح صدر ابنتي، وعلمت أن أهله قوم عرفتهم منذ زمن بعيد بحكم القرابة بيننا، فقلت في نفسي: هذه هي الحماية التي أطمئن لأن تكون ابنتي عندها، وهذا هو الشاب الذي أرضى بدينه وخلقه، وهذه هي العائلة التي ستحتضن ابنتي، ودعوت اللهم أن يتمم لهم بخير. استعرضت شريط الحياة بسرعة، فخطر في بالي: انكسرت البيضة وكبر الفرخ وصار الزغب ريشاً وتعلم الطير المشي، وآن الأوان أن يطير. أرجو من الله أن يعين صهري ليكون خير مستقبل لهذا الطير في العش الجديد، وأن يعين ابنتي على المساهمة في تأسيسه على التقوى والمحبة. الآن راقبوا هذه العبارات القيمة: مطلوب منك يا ابنتي المؤمنة أن تكوني مطيعة. الله أكبر، هذا الأب الذي يقول لابنته وأمام كل الناس، وهي من أسرة ثرية جداً: مطلوب منك يا ابنتي
أن تكوني مطيعة، أدي ما عليك واطلبي من الله ما لك. راقبوا هذه العبارة، أدي ما عليك يا امرأة ثم اطلبي، لا من زوجك، اطلبي من الله ما لك. وتذكري أن القناعة والرضا مع الإيمان هم مفاتيح السعادة. مطلوب منك يا بني أن تكون رؤوفاً عطوفاً، تستمتع بما عند زوجك من خصال تحبها وتحمد الله، وتصوب ما لا تحب من خصالها باللين والمحبة. الآن جملة مهمة، كن حازماً ولا تتساهل أبداً فيما لا يرضي الله. والله لئن كان آباؤنا ينصحون بناتهم هذه النصائح فإننا نطمئن على مستقبل هذه الأمة. كن حازماً ولا تتساهل أبداً فيما لا يرضي الله، وإياك والغضب فإنه أحد مفاتيح التعاسة وخراب البيوت. مطلوب منكما ومن كل الأزواج التسامح، فكلما رأى أحدكما شيئاً لا يروق له في شريكه فليتذكر أن الكمال لله وأن الإصلاح يكون بالحسنى، ولكل منكم دوره في حياته، فلا يبغي أحدكم على صاحبه، وتعاونوا على صعاب الحياة لتهون عليكم. يقول هذا الأب، قرأت خلف ورقة التقويم، كثيرون هم الرجال الذين يتكلمون عن حقوق الرجل ويتجاهلون حقوق المرأة، وكثيرة هن النساء اللواتي يتكلمن عن حقوق المرأة ويتجاهلون حقوق الرجل. أقول لا حقوق للرجل ولا حقوق للمرأة، لكن الحقوق هي للأسرة التي ينبغي أن تتشكل بالتقاء هذين الزوجين. إن الأب الجيد والأم الجيد هما جناحا الطائر الذي يطير به ويحلق عالياً في الفضاء. في ختام كلمتي هكذا يقول الأب، لا يسعني إلا أن أدعو الله للعريسين بخير الدعاء من كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. كانت هذه أيها الإخوة وصية هذه المرأة العربية ووصية هذا الأب العربي المسلم في ليلة زفاف ابنته، وهذه وصيتنا التي نختم بها هذه الدورة. ونشهد الله أننا ما قمنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات بمثل هذه الدورة إلا لنرقى بأسرنا، إلا ولندفع شبابنا وبناتنا نحو الزواج ونحو طاعة الله، وإلا لنجعل أسرنا تتمسك بالزواج. يا أيها الشباب، زواجكم عبادة. يا أيتها البنات، زواجكن عبادة. يا أيها الرجل، أنت في زواجك معان، ويا أيتها الزوجة، أنت في زواجك معانة. يا أيها الشاب، اصبر على زوجتك، الحياة نصفها صبر ونصفها شكر. يا أيتها الفتاة، اصبري على زوجك، الحياة نصفها صبر ونصفها شكر. أنتما الاثنان مشتركان في هذه الحياة، وغدا سترون بياض وجوهكما في أولادكما، سينبت الله لكما نبتا حسنا إن كنتما آباء جيدين وأمهات جيدات. الحياة تمضي بحلوها ومرها، بقسوتها وبلينها، بضعفها وبشدتها، لكن الذي يبقى عند الله تعالى الحسنات والسيئات. كلما تحملتما بعضكما البعض، كلما رضي الله عنكما أكثر، وكلما خدمتم مجتمعاتكم أكثر، وكلما قدمتم لهذه الأمة خيراً في الدنيا والآخرة. انتهت بهذه الحلقات أيها الإخوة، وبهذه الحلقة، هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. إني لآمل من الله أن يسمع هذه الدورة كل شاب ذاهب نحو الزواج،
وكل فتاة ذاهبة نحو الزواج. إني لآمل من الله أن يأتي يوم لا يزوج فيه شاب ولا فتاة حتى يخضع كل منهما إلى دورة، وبعد هذا يخضع لامتحان، وبعد هذا ينال شهادة، وما عليه إذا تقدمت إلى القاضي الشرعي لتطلب عقداً للزواج قال لك: أين ورقة نجاحك في دورتك التأهيلية للحياة الزوجية؟ ثم التفت إلى الفتاة التي ستصير زوجتك وقال لها: أين الورقة التي تثبت أنك خضعت لدورة تأهيلية للحياة الزوجية؟ كانت هذه هي الدورة التأهيلية الأولى، وعسانا أن نلتقي معكم إن شاء الله في دورات قادمة نتحدث فيها في قضايا أدق داخل البيت وفي أمور أعمق في تربية الأولاد، ولعلها تكون دورة تأهيلية في تربية الأولاد. هكذا المجتمع المسلم يتضافر مع بعضه البعض، ويتعاون مع بعضه البعض، ويتكاتف مع بعضه البعض، يعلم الكبير الصغير، يعلم الصغير الكبير، يعلم العالم الجاهل، يعين الجاهل العالم، وهكذا تمضي الحياة ونحن مجتمعين مع بعضنا البعض نتقرب بهذا الكلام إلى الله تعالى. يا أيها الإخوة، لقد أحببناكم في الله، ونرجو أن تكونوا قد أحببتمونا في الله. أنا باسمكم، باسم كل من سمع، وباسم كل من رأى، وباسم كل من استفاد من هذه الدورة، أشكر فريق العمل كاملاً في هذه الدورة. نشكر الإخراج، ونشكر الإنتاج، ونشكر التصوير والمصورين، ونشكر الإضاءة، ونشكر الصوت، ونشكر المكير، ونشكر كل من ساهم في خدمات هذه الدورة، وأشكر كل من حضر معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم إن شاء الله في أعمال قادمة، والحمد لله رب العالمين. جمع الله بين كل عروسين على خير، بارك الله للعروسين وبارك فيهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير، والحمد لله رب العالمين. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم